نتوقف أيضا سريعا مع الزميل عمرو حسن في مواقع التواصل الاجتماعي. عمرو، شكرا جزيلا زين. ومن جديد نرحب بكل متابعي برنامج مصر الليلة الذين يتواصلون معنا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة، وأيضا ترحابنا ودعواتنا ما تزال متجددة لكل المتواصلين معنا عبر صفحات فيسبوك وتويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل بالصوت والصورة، وأيضا عبر نافذة الجزيرة مباشر مصر عبر الإنترنت عبر سكايب. هذه النافذة تمكنكم من طرح الموضوعات التي ترونها محل نقاش، وأيضا التعليق على الموضوعات التي ترون أنها تهمكم في المقام الأول. أيضا ندعوكم للتواصل معنا عبر هاشتاج AJMM سيناي الذي خصصته الجزيرة مباشر مصر لمتابعة الوضع في سيناء. ونذكر بالقضايا المطروحة والمتبقية في الساعة الأخيرة من مصر الليلة، والتي نبدأها بالقرار الرئاسي بسحب مشروع المليون وحدة سكنية من القوات المسلحة وتسليمها لوزارة الإسكان وتخصيصها أيضا من قبل شركة أرابتك لمتوسطي الدخل بدلا من أن كانت موجهة لمحدودي الدخل. كيف ترون هذه القرارات؟ وفي الفقرة الأخيرة من مصر الليلة حلقة جديدة من حلقات الإهمال الطبي تتابعونها معنا في مصر الليلة بانتظار تعليقاتكم، وإلى ذلك الوقت إليك زين. شكرا عمر. وصفه البعض بأنه مشروع كفتة جديد، وتندر البعض الآخر باعتباره فنكوش جديد. إنه مشروع المليون وحدة سكنية الذي تم توقيعه بين الجيش المصري وشركة أرابتك الإماراتية في مارس الماضي، وتم ترويجه كإنجاز حاسم للسيسي قبل الانتخابات الرئاسية، حيث سينهي أزمة الملايين من المواطنين وبتكلفة تصل إلى 280 مليار جنيه. لكن مع التعثر المتتالي للمشروع تم تحويله بقرار رئاسي من الجيش إلى وزارة الإسكان، مع تغيير المشروع من إسكان لمحدود الدخل إلى إسكان استثماري. فهل يشكل انسحاب الجيش هروبا من الفشل الذي يلاحق هذا المشروع منذ انطلاقه؟ ولماذا يتم إسناد المشروع لشركة إماراتية رغم قوة الشركات المصرية كالمقاولين العرب مثلا وكفاءتها؟ ولماذا تغيب الشفافية عن المشروع لاسيما ما يتعلق بالدعم الإماراتي من عدمه؟ أطلق المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود. هذا هو الوعد الوحيد الذي أطلقه المشير عبد الفتاح السيسي قبل أيام من تنصيبه كأول رئيس مصري بعد الانقلاب، لكنه ذهب مع الريح فور دخوله قصر الاتحادية. السيسي الذي قال للشعب المصري لا أستطيع أن أعدكم بشيء صدق، فبعدما أطلق حملة من أجل شباب مصر ووعدهم بمليون وحدة سكنية تنفذها شركة أرابتك الإماراتية، سرعان ما سحب وعده مستخدما صلاحياته في إصدار قرار رئاسي بإحالة ملف الشركة الإماراتية إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. كيف يمكن تملك وحدة سكنية؟ وما هي التكلفة الحقيقية لهذه الوحدة؟ وكيف سيتم الدفع؟ وكيف سيتم الاختيار؟ والذي قررت الشركة بدورها عدم تنفيذه لمحدود الدخل ليصبح المشروع في حكم العدم. المشروع ده حاليا محض دراسة، لما نقدر له قيمة تقديرية هتبقى رقم مش حقيقي طبعا. احنا لسه بندرس اماكنه وبندرس هيتنفذ ازاي وانسب اسلوب لتنفيذه ومراحل التنفيذ قد ايه وتاخد وقت قد ايه، بحيث ان احنا نقدر نتاز بخطة زمنية خلال فترة محددة ننفذ ده كله. أرابتك الشركة الإماراتية وقعت في مارس الماضي بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات في مصر على مدى 5 سنوات لصالح محدودي الدخل. وقدرت حينها التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة ب 280 مليار جنيه، وذلك لإقامة وحدات في 13 موقعا بمحافظات مصر بإجمالي مساحة 160 مليون متر. ووفقا للبروتوكول كان من المفترض أن يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014، لكن منذ ذلك الحين لم يشهد الاتفاق خطوات تنفيذية على أرض الواقع، وتم ربط ذلك بالمشاكل الإدارية التي مرت بالشركة واستقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي حسن أسميك. وأنا أقطع دراعي لو المشروع ده المليون وحدة اتعملوا. ووسط تساؤلات الشارع المصري وتكهنات الخبراء عاد مرة أخرى الحديث عن مشروع الشركة، ولكن هذه المرة مع وزارة الإسكان التي غابت عن الاتفاق الأول لتخرج الهيئة الهندسية من الصورة تماما بناء على القرار الرئاسي.
وبعد شهور من الجدل أعلنت وزارة الإسكان عن التوصل للاتفاق مع شركة أرابتك الإماراتية يقضي بمنح الأرض مجانا للشركة والتي تبلغ مساحتها بحسب الاتفاق ل 160 مليون متر مربع مقابل الحصول على حصة عينية من وحدات مشروع المليون وحدة. سبب آخر للقلق على مستقبل المشروع يثيره الموقف المالي للشركة الإماراتية والتي منيت خلال الفترة الماضية بخسائر كبيرة أثرت على وضعها في السوق العقاري بدبي. محدود الدخل سقطوا كذلك من تعديلات القرار الرئاسي وتحول المشروع لمن يملك أموالا أكثر، حيث يتطلب تمليك الوحدة 250 ألف جنيه. فهل يملك الشاب المصري ذلك المبلغ أم أن المشروع بات فنكوشا؟ فنكوشا لا تنصب لا تنون لأنها كلمة دخيلة على اللغة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بزميلي في استوديو مصر الليلة مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العرب الجديد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. هو فنكوش فعلا بقى موضوع أرابتك ده ولا مش فنكوش؟ لا ده أكبر من فنكوش، يعني دي أكبر عملية نصب بتمارس من شركة ضد الشعب المصري. يعني زي ده بقى. ده أنا بعتبره يعني أكبر في عملية النصب من مشروع عبد العاطي. يعني مشروع عبد العاطي تاجر بأزمة مرض مع فيروس سي كويس، مع يعني فيروس سي ده ممكن عدة ملايين، لكن أرابتك يعني نصبت على دولة بالكامل. وللأسف يعني أنت بتتكلم في شركة بتتكلم على مليون وحدة سكنية ودعابت أحلام الفقراء وقالت لهم إن أنا هديكوا شقق كويس، وتم استخدام هذه الشركة في الترويج للمشير السيسي، واللي هو أطلق مسألة من أجل شباب مصر ومن أجل توفير سكن لشباب مصر. ده كان بيخاطب أكتر من 5 مليون واحد، يعني معنى إنك أنت بتوفر مليون وحدة سكنية معناها دي انت اضرب الوحدة السكنية او الشقة في 5 هتستفيدوا منها، يعني انت بتتكلم او بتتلعب على اعصاب 5 مليون واحد. بس أرابتك دي شركة كبيرة، شركة كبيرة في الامارات وفي سوق الاوراق المالية، هي شركة كبيرة، ما هياش شركة ممكن تروح تضحك على حد. بص يا سيدي هي شركة، انت شركة كبيرة في دبي اللي هي دلوقتي 2008 شهدت انهيار في قطاع العقارات، والوقت الحالي في مؤشرات قوية ان هذه الشركات في طريقها لأزمة جديدة كويس. انت لما تتكلم على مشروع ب40 مليار دولار بما يعادل 288 مليار جنيه وشركة رأس مالها مليار دولار، هتنفذه ازاي؟ يعني ده عشان كده بقول لك اكبر خدعة. بس هو جزء من القيمة دي، قيمة المشروع اللي هو 40 مليار دولار كويس، جزء منه الارض اللي احنا مدينا للشركه ببلاش. انت لو هتقيم الارض حتى بربع التكلفه كويس، مع انك انت على فكره انك انت كدوله المفروض هترفق الارض، بمعنى ان الوزاره الماليه او الحكومه المصريه هتتحمل تكلفه المرافق اللي هي حوالي 600 جنيه للمتر كويس. انت راس مالك مليار دولار يا أرابتك كويس، هو راس مالها النقدي، يعني تقصد النقدي يعني اللي عندهم في الخزنه مليار دولار. لا دي دلوقتي لو انت بصيت في اخر ارقام مذكوره من وكاله رويترز نزلوا 300 مليون دولار، 300 وانت بتنفذ مشروعات ضخمه جدا. ده الرصيد النقدي للشركه ده اللي 300 هو مليون دولار اللي هو عندها في الخزنه، عندها في الخزنه كويس. يعني ده رصيد الشركه، السيوله اللي عندها 300 عندها مليون، عندها سيوله. طب ده يعني ده كبير كتير ولا قليل؟ لا ده قليل جدا مقارنه بمين؟ يعني لو قلنا اعمار مثلا، لا رصيدها النقدي لا 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 اعمار انت بتتكلم في مليارات. وبعدين في ميزه في اعمار انها عندها اصول يعني عندها اراضي وعندها مشروعات تحت التسويق وهكذا. انت لو بصيت في المركز المالي للشركة هتلقاه مرعب، يعني على سبيل المثال عندهم متأخرات على العملاء 9.1 مليار درهم، يعني 2.5 مليار دولار فلوس مش عارفين ياخدوها، اللي بيسموها من الديون السيئة، الديون السيئة مش عارفين ياخدوها. تخيل 2.5 مليار دولار ده في النص الاول عند والراجل ده اللي هو واقف مع ما ده انا هكلمك فيه. ده استقال مش كده؟ ده يا سيدي اسمه حسن اسميك ده ملياردير او ما يقال انه ملياردير اردني، اصغر شاب ملياردير في منطقه الشرق الاوسط. ده متهم في قضايا غسل اموال، الادعاء الاردني اصدر مذكرات للقبض عليه
كويس. وهو استقال من أرابتك. هو استقال من أرابتك ليه؟ لأن هو في النهاية القضايا اللي هي بتلاحقه في مسألة أمواله اللي هي غير مشروع أو عليها علامات استفهام كتير، وبالتالي ده أثر حتى على سمعة الشركة، وفي كبار المدراء في شهر 6 اللي فات استقالوا كويس، وبالتالي ده ليه حوالي 25% من الشركة. معاه العقد ده اللي هو كان رئيس المخابرات الحربية؟ لا، كان وزير الدفاع ساعتها. بس هو كان رئيس المخابرات الحربية قبليها. لا يعني هو أكيد في معلومات، يعني المفروض يكون عنده المعلومات. يا سيدي، القضية أو الادعاء الأردني لما اتهمه بغسل أموال وزع مذكرة على الانتربول للقبض عليه. طيب دلوقتي الشركة دي هل ما زالت في المشروع، ولا بقرار الجيش إسناد المشروع لوزارة الإسكان تعتبر أرابتك خارج هذا المشروع؟ بص يا سيدي، في الأول الشركة في شهر مارس قالت إن أنا هسلم، يعني خلي بالك من اللفظ، هسلم وحدات سكنية في الربع الأخير من 2014 كويس. ثم قالت لك طب أنا هبدأ التنفيذ. ده حسن سميك اللي احنا شايفينه دوت، ومعها طبعا ماشي ساعتها كان الفريق السيسي. طيب اللي قالت ان انا هسلم في الربع الاول من 2014 ثم طبعا نجح المشير السيسي بعد كده، قالت ان انا هبدا 120 الف شقه سكنيه موزعه على 3 مدن، العبور وبدر والمنيا الجديده كويس. ثم قالت ان انا هبدا في اغسطس كويس، المفروض كان يبدا التنفيذ في اغسطس. يعني ال 120 الف شقه دول كان المفروض يتسلموا امتى؟ ده كان في الربع الاخير من 2014 اللي هي يعني الفتره قبل نهايه 2014 كويس. وبعد كده راحوا قايلين بيان تاني قال لك ان احنا هنبدا التنفيذ في اغسطس. طيب مره اغسطس، راحوا قايلين طب احنا هنبدا في اكتوبر. اخر حاجه بيقول لك ان انا طب هبدا في الربع الاول من 2015 كويس. التطور اللي حصل دلوقتي او اللي حصل والاخطر ده ان الجيش رفع ايده من المشروع وسلمه لوزاره الاسكان. ايه الخطوه دي؟ ما ايه بتعني ايه ببساطه؟ بتعني انك انت كنت في الاول خطتك تبني مساكن لمحدود الدخل، استلمت وزاره الاسكان معناها انك انت تبني مساكن متوسطه، الشقه ب 300,000 جنيه. ليه 300,000 تبقى متوسطه دلوقتي؟ لا يعني انا بقول لك يعني اقل حاجه 300، لان الشقه 100 متر هتوصل ل 300 كويس. في الحاله دي ان خلاص الفقراء ومحدود الدخل يخرجوا، الشركه. طب واللي كان معروض قبل كده كان كام؟ لا انت لما تبني يعني لما بدأوا المشروع قالوا هندي الوحده بكام؟ لا ما قالوش رقم، ولكن قال لك ان احنا هندي المحدود الدخل كويس. دلوقتي خلاص قال لك ما فيش محدود دخل، اركن على جنب، هندي استثماري معناها يعني معاك تدفع. معناها ايه؟ انك انت اي شركه مصريه ما تعمل استثماري، عارف استثماري يعني ايه؟ معناها ايه؟ انك انت تيجي الشركه الاماراتيه تاخد قروض من البنوك المصريه وتبني المشروع، وتاخد قروض من البنوك المصريه عشان تمول مشتري الوحدات السكنيه بنظام التمويل العقاري، وبالتالي كله من طيب. جيوب المصريين. احنا معنا عبر الهاتف ايضا من القاهره الخبير الاقتصادي الدكتور دياب محمد دياب. يعني اقتصاديا هل مصر بحاجه، اذا كنا احنا مدين الارض والشركه هتكسب اللي هتيجي تبني اي على اي الاحوال، هل احنا كنا نتحمل اقتصاديا ان احنا نسند مثل هذه المشروعات اللي هي يمكن أن تقوم بها شركات مصرية إلى شركة إماراتية؟ يا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بالنسبة للموضوع اللي حضراتكم بتتكلموا فيه. ده أي موضوع بيحكمه إطار قانوني. ده في البداية، يعني متفقين على هذا الوضع ولا مش متفقين؟ إن أي موضوع لابد أن يحكمه إطار قانوني ومجموعة من القوانين المنظمة لهذه العلاقة التعاقدية فيما بين مصر أو وزارة الإسكان أو وزارة الدفاع والغير أيا كان نوع هذا الغير. تمام؟ اتفضل. طيب طالما الإطار القانوني اللي موجود ماهوش معانا، ما نقدرش نتكلم على سبيل التخمين. وما نقدرش نحلل أسباب انتقال هذه المسألة من وزارة الدفاع إلى وزارة الإسكان، ثم أسباب انقلاب هذا الإسكان من صغار المستثمرين أو صغار أصحاب الدخول إلى الطبقة المتوسطة أو إلى الإسكان المتميز أو الإسكان الاقتصادي كما يقال، إلا ما يكون قدامي إطار قانوني أستطيع من خلاله أتناقش عن أسباب هذه الأمور. أما أن يتم إصدار المسائل والاستنتاجات والاستنباطات على غير هدى وبغير وجود العقد الذي يكفل انتقال مثل هذه المسائل
من وزارة الدفاع ثم إلى وزارة الإسكان ثم إلى إسناد لشركة أجنبية، ثم إن الأرض ملك مصر ومصر تتصرف بها لشركات أجنبية، وأن هناك شركات مصرية تستطيع أن تقوم بمثل هذا الموضوع. أستطيع القول في مجمل المسألة أولا أنني لا أستطيع أن أكون رأي قاطع وبات حيال هذه المسألة نظرا لعدم وجود تعاقد قانوني أمامي أستطيع أن أنا أتحدث من خلاله وأعلق عليه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين أن إسناد وزارة الدفاع وإن تم إلى وزارة الإسكان فله مبررات عديدة وكثيرة، ألا وهي أن إشراف في البداية خالص إشراف وزارة الدفاع على هذا الأمر لأنها ارتأت أن في هذا الأمر بعدا قوميا يجب الحفاظ عليه إلى جانب البعد الاقتصادي الذي يمثل الاستقرار الأمني في البداية وفي النهاية. كما وأن بتتعرض مصر في المرحلة الحالية أو فيما قبل ذلك، هي بدأت تنطلق من مرحلة الاقتصاديات الحرجة إلى اقتصاديات العجز التي تستطيع أن تمولها الاقتصاد الذاتي برفعة تشغيلية معينة. لكن لا أستطيع أن أنا أجزم على أن هناك خروقات في مثل هذه المسألة أو أن هناك سوء نوايا حيال الانتقال كما تدعون، لأن العقد الأساسي لمثل هذا المشروع غير مطروح أمامي الآن للتعليق ولمعرفة الأسباب والنتائج. هو احنا لم ندعي شيئا، احنا بنناقش، عشان كده انا بسال حضرتك، فحضرتك يعني لا تحملنا ما لم نقوله، يعني لم ندعي شيئا. انا بتناقش مع حضرتك في مساله تعاقديه. العقد قدام سيادتك دلوقتي؟ لا انا مش خبير اقتصاد عشان يبقى قدام العقد، حضرتك اللي المفروض يكون قدامك العقد. وبعدين على اي الاحوال احنا احنا الدوله ما اديتناش عقود. انا اولا هل العقد نشر في اي مكان؟ هل نشر هذا التعاقد في اي مكان يا دكتور دياب؟ هل نشر في اي مكان؟ يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، انا بتكلم على الزميل اللي هو بيعلق. انا سؤالي واضح، هل هو امامه عقد يقول لي الماده رقم كذا بتقول كذا؟ هو عموما الماده رقم كذا اسندت كذا، ثم الماده رقم ده انت سالته عن قيمه الشقه في المشروع ما عجبش، وازاي يبقى في عقد في تخصيص للمواطنين وما فيش هناك تكلفه للشقه؟ وازاي ان العقد ده يتداول وطريقه طيب انا احيلك الى مقالته صحيفه كل الامور دي يا سيدي يجب ان تكون مدرجه امامك. ما هو صحيح يجب ان تكون مدرجه لان يجب على الدوله ان هي توفر هذه المعلومات للصحافه وللاعلام وللمواطن، لكن هذه المعلومات غير متوفره. المعلومات دي متوفره عند سيادتك بصوره قطعيه؟ هي غير متوفرة في أي مكان، لا عندي ولا عند حضرتك. طالما مش متوفرة تضرعوا الحدود بالشبهات. طب ايه بقى الشبهات؟ وسد الذرائع مقدم على جلب المنافع. طيب انا عايز انا طب ما احنا هنناقش ايه طيب؟ امامك من نقاش يجب ان لا يثار هذا الامر. ازاي لا يثار يا فندم؟ الكلام منشور في الصحف، في النهارده قرار رئاسي صادر من المشير السيسي باحاله مشروع ارابتك الى الاسكان بدلا من الجيش، وفي نص القرار ان الهيئه الهندسيه خرجت من اتفاقيه بناء مليون وحده سكنيه مع الشركه الاماراتيه تبعا لمصادر تحدثت الى مال واعمال في صحيفه الشروق، مؤكده ان التخارج تم بناء على قرار رئيس الجمهوريه بحاله ملف الشركه الاماراتيه الى وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه. يعني احنا مش من حقنا نسال ليه؟ امال يبقى دورنا ايه في الاعلام؟ من حق سيادتك تسال ليه؟ من حق سيادتك تسال ليه لما طيب. تشوف اساس صدور قرار رئيس طب امال حضرتك محلل اقتصادي ازاي؟ ما حضرتك محلل اقتصادي التي استند فيها. ما حضرتك مش محامي، حضرتك مش محامي يا فندم، حضرتك محلل اقتصادي تقول لنا ايه في راي حضرتك الاسباب اللي ممكن تتوقع حضرتك بانك محلل اقتصادي انه يكون سبب هذا القرار؟ هو ده النقاش اللي احنا عايزينه. بالنسبه لقرار رئيس الجمهوريه في حاله اسناد هذا الامر الى وزاره الاسكان، وزارة الإسكان لا تنفذ بمفردها، وزارة الإسكان لا تنفذ بمفردها، ولكن هناك عقود نموذج اسمه نموذج العقد الموحد الذي يحكم مثل هذه الوحدات السكنية. هذا النموذج بتاع العقد الموحد هو بالكامل في صالح المواطن، لأن العقد الموحد بيحكمه قوانين ومجموعة من القواعد التي تؤدي الى اداء الخدمه للمواطن وفقا للتكلفه الاقتصاديه. نحن نناقش احيانا وفقا لدعم معين. يعني انا ما دخلتش في التفاصيل، انا اناقش دلوقتي. احنا اتقال لنا ان شركه ارابتك الاماراتيه هتعمل مليون وحده سكنيه وهتاخد الارض ببلاش من الجيش، وان ده هيحل مشاكل محدود الدخل، لكن طلع علينا قرار رئاسي بيقول لا ده الجيش خلاص خرج بره الموضوع وراح الموضوع لوزاره الاسكان، وان هو المشروع ما بقاش اقتصاد، ما بقاش لمحدود الدخل، بقى مشروع استثماري.
انا بسال حضرتك كخبير اقتصادي ده معناه ايه وايه السبب، بس حضرتك ما عندكش سبب، ما عندكش تحليل لهذا الموضوع. فانا اشكرك شكرا جزيلا دكتور دياب محمد دياب. معنا ايضا لو تسمح لي استاذ مصطفى عبر الهاتف من القاهره الخبير الاقتصادي الاستاذ علاء عبد الحليم. الاسئله اللي احنا طرحناها دي استاذ علاء، هل عند حضرتك تفسير ليها؟ فعلا استاذ زين، في الحقيقه بس مبدئيا ان بدايه فكره ارابتك ان كانت ده اقتراح من الامارات، وان هي اللي اختارت الجيش اللي هي ثقه ان المنظومه تستطيع تتعايش مع ارابتك، لكن حصل تغيير في الامر وتم نقله نتيجه ان كان هناك في بعض الرفض باستراد ان الجيش لماذا يهيمن في هذا الامر ولماذا يتدخل في مشاريع الاسكان، وكان في رفض من البعض ان هذا تدخل من الجيش. فانا بظن ان من الافضل ان هي نتها لوزاره الاسكان، ده اول نقطه. النقطه الثانيه ان كان الاتفاق مبدئيا على 1,000,000 وحده، لكن كان هو خطاب نوايا، لا يوجد عقود واضحه بالنسبه للامر، خطاب نوايا ورؤيه في الامر ان تكون البدايه 120,000 وحده، وان تكون دي اثنين من خلال انشاء ثلاث مدن، مدينتين في ضواحي القاهره في العبور وبدر، ومدينه طيب في الصعيد في المنيا. طيب مين؟ لكن الاهم في نقطه اخيره بس ان المفروض ان كل المواد المحليه وكل العماله هنا بتكون من السوق المصري، وان كل التمويل بالنسبه للانشاءات بتكون تمويل خارجي. تمام. طيب لكن اللي حصل دلوقتي انه واضح انه المركز المالي لشركه ارابتك لا يسمح باقامه 1,000,000 وحده سكنيه في مصر. الرصيد النقدي حسب رويترز لشركه ارابتك، الرصيد النقدي اللي هو الفلوس اللي عندها في الخزنه جوه دلوقتي اللي ممكن تنزلها السوق المصري 300 مليون دولار. المشروعات كتير، يعني اللي هي مطور عقاري بيعكس التصرف في هذا الامر. مطور عقاري ممكن ان ياخذ كميه من الارض كبيره جدا جدا، لكن بيعرف كيف يدير هذا الامر من خلال التعاون مع بيوت المال، من خلال استعمال الهندسه الماليه، من خلال البنوك. لكن اللي انا اقصده يا استاذ علاء انه كان في حد ضحك على حد في الموضوع، او في حد ما عملش الهوم ورك بتاعه. احنا الجيش بتاعنا او اللي من تعاقد من الجيش مع الهيئه الهندسيه سواء كان المشير السيسي او الهيئه الهندسيه او غيره، ما كانش عندهم معلومات كافيه فيما يبدو عن الموقع المالي لشركه ارابتك، وكان لازم يبقوا عارفين من الاول ان هم مش هيقدروا ينفذوا المشروع لان بيعانوا من مشكلات رئيسهم. الراجل اللي راح عمل العقد في مصر استقال، وعنده صدر له قرار من الاردن باستدعاء من الانتربول الدولي، يعني عليه قضايا في الاردن. يعني الشركه فيها مشاكل. في مشاكل. سيد الفاضل هي اكبر شركه مقاولات في مصر، شركه طلعت مصطفى صاحبها الان في السجن قضيه شخصيه. لابد احنا نخلط الاوراق، ولكن احنا بنتكلم في جزئين. الجزء الاول ان كان في شكوى من البعض عن طريق قناتكم المحترمه بان ده ان الجيش بيهيمن على الحياه الاقتصاديه. الجيش الان طلع من الموضوع واستلم الامر وزاره الاسكان. ثاني شيء، المطور العقاري هو ادرى بالظروف، هو ادرى كيف يدبر اموره من خلال اصدار سندات. طيب من خلال اطلاعك على ما حدث، هل ارابتك ما زالت في الموضوع ولا خرجت من الموضوع كده؟ ارابتك لا زالت في الموضوع، وده حل جيد جدا بالنسبه لارابتك اللي هي يكون ليها مستقبل واعد. حل جيد جدا بالنسبه لمصر في حال الالتزام بالشرطين، ان كل التمويل يكون من خارج البنوك المصريه وكل المواد المستخدمه من المصانع المصريه. اشكرك شكرا جزيلا علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. مصطفى عبد السلام، سريعا احنا الناس بتقول انه الجيش بيهيمن على الحياه الاقتصاديه، هو الجيش تبع وزاره الاسكان. بالعكس، انا بعتبر دي خطوه ذكيه من الجيش. بمعنى ايه؟ انت عندك شركه عليها علامه استفهام كتير. طيب هل الجيش من مصلحته انه يلصق اسمه ومشروع ضخم زي ده بهذه الشركه؟ الحاجه الثانيه بالنسبه للدكتور دياب، كل ما قيل عباره عن بيانات من الشركه وليست يعني ما فيش اي كلمه الا خارجه من الشركه. بمعنى ايه؟ شركه بتعد انها تسلم 1,000,000 وبتطلع بيان اصلا حتى منشور، وبالتالي انك انت الناس منتظره في الربع الاول تكون في شقق بتتسلم، يجي لك في شهر 8 يقول لك انا اجلت، يجي لك في شهر 9 اجلت. طلع 3 بيانات خلال الفتره الاخيره كلهم في اطار التاجيل، اخرهم الربع الاول من 2015، وبالتالي مفيش ادعاء على الشركه. الشركه بالمركز المالي اللي انت عرضته وده منشور في وكاله رويترز، للاسف عندها مشروعات غير قادره على تنفيذها حتى داخل الامارات. السيوله اللي هي عندها 300 مليون دولار دي لا تكفي مشروع واحد، وبالتالي انك انت في النهايه هترسي على لو نفذ المشروع على الاقتراض من البنوك المصريه. ليه؟ هذا المشروع الضخم مش محتاج مواد خام تستورد من الخارج ولا ده محتاج مصري، وبالتالي هترسي في النهايه ان المصريين هم من يمولوا هذا المشروع. أشكرك شكرا جزيلا مصطفى عبد السلام. نشوف أيضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه تعليقاتهم على
شركة أرابتك ومشروع الإسكان اللي الناس بتقول عليه فنكوش. في الواقع يعني زين كل هذه المشروعات وكل هذه الأرقام تم ترجمتها في هذه التغريدات وهذه التدوينات إلى أنه هذا المشروع في النهاية هو سراب لا يمكن التعويل عليه، أو هذا على الأقل ما سنستعرضه من ضمن التعليقات التي جاءتنا. ماجد مثلا يقول في انتظار انسحاب الجيش من مشروع اللواء عبد العاطي وبعدها ينسحب بقى من الشوارع ويعود إلى الثكنات. أحمد صفوت يقول الحداية ما تحدفش كتاكيت جاب من الآخر. أما المهندس كوكا فيقول ده يعتمد على هو يقصد مين بالحداية العتب على قائل هذه التدوينة في النهاية. المهندس كوكا يقول بيقول لك شقق محدودة الدخل وزارة الإسكان عاملاها ب 250 ألف جنيه، أمال متوسط الدخل هتبقى بكام؟ بمليون؟ فكرنا بناخد مرتبات كوريا الجنوبية، ما يعرفوش أننا في كوريا الشمالية، والفرق واضح. هاجر عبد التواب تقول الحكومة اللي ما تعرفش غير التهجير إزاي ممكن تفكر في الإسكان؟ دي حكومة تشريد الشعب. غدا علي بتقول هو الجيش لو نفذ المشروع يبقى غلطان، ولو ساب المشروع للإسكان برضو يبقى خطأ. ده سؤال غدا. أما على تويتر شهاب أحمد يقول هم أكيد مش شايفين أصلا أن في حد محدود الدخل في مصر، فقرروا يغيروا الخطة، والواقع أن في أسر بالكامل معدومة الدخل أساسا. أما على تويتر مجدي سالم يقول كفاية عليهم المشروعات الثمينة، معقول ينظروا إلى مشروعات بتاعة الغلابة؟ في ذات السياق أحمد أبو المحاسن يقول هو عنده رواية خاصة لهذا المشهد، بيقول أنا شغال في شركة وبنفذ شغل للجيش، وده عبارة عن مول تجاري في التجمع الخامس. سؤال أحمد، طب مال الجيش بالمجال ده بتنفيذ المولات؟ عمر صبحي يقول ده المتوقع، المليون هيبقى كام فيلا؟ مليون وحدة سكنية هيبقى كام فيلا؟ وبدل محدودي الدخل هتبقى شوية لواءات وقضاء، وفي النهاية الفايدة من المشروع هتذهب وفقا لتدوينة عمر صبحي. في بطن الشعر. أشكرك شكرا جزيلا عمر حسن، وأشكر ضيفي في الاستوديو مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العرب الجديد، وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. لقيت الغرفة كلها محروقة بما فيهم الطفلة. تفحم طفلة رضيعة حديثة الولادة بحضانة أحد المستشفيات الخاصة يفتح باب الحديث مجددا عن الإهمال الطبي والصحي وأغياب الرقابة.